من القدس مراسل العربي أحمد جرادات، أهلا بك أحمد. وفق صحيفة هآرتس فإن الجيش الإسرائيلي عرض خطة لتفكيك وكالة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل نهائي. هل من ملامح لهذه الخطوة وهذه الخطة؟ وهل يمكن ربط هذه الخطة كذلك بالميناء البحري المؤقت الذي ينقل المساعدات إلى قطاع غزة، والذي تريد من إسرائيل من خلاله يعني إسناد مهمة توزيع المساعدات إلى جهات محلية في القطاع؟ يعني بالفعل يحيى، وفقا لهآرتس الجيش الإسرائيلي عرض خطة لإنهاء تواجد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في داخل قطاع غزة، وهذا يأتي بعد سنوات وسنوات من التحريض المتواصل على هذه الوكالة، إن كان من الحكومة الإسرائيلية أو الوزراء أو حتى من مسؤولين إسرائيليين. ولكن في هذه الفترة تحاول إسرائيل استغلال حربها على قطاع غزة لحل وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة، وربما قد يمتد ذلك أيضا إلى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وهذه الوكالة هي تنشط أيضا في الأردن وسوريا ولبنان، وهذه المناطق الخمس هي مناطق عملها بالإضافة إلى الضفة وقطاع غزة. من ناحية أخرى، اليوم وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم، فقد رأى مصدر سياسي إسرائيلي بأنه بإنشاء هذا الميناء البحري في قبرص وإرسال المساعدات، لا سيما بعد اتخاذ الجيش الأمريكي قرارا بإعاز جزء من هذه المساعدات إلى منظمة دولية غير ربحية، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء بديل عن الأونروا وإنشاء بديل عن هذه الوكالة من خلال تواجد وكالات إغاثية مختلفة توكل إليها مهمة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى داخل قطاع غزة، إضافة إلى توزيع هذه المساعدات في داخل القطاع من أطراف ليست محسوبة على حركة حماس، ربما هي أطراف يعني أشخاص أو جهات مدنية تتواجد في داخل القطاع، ولكن شرط إسرائيل ألا تكون محسوبة على حركة حماس. من خلال هذا الميناء تبحث إسرائيل عن عدة يعني عن عدة أسباب أو عن عدة أهداف لتحقيقها. الأول هو محاولة القول للعالم بوجود منظمات مختلفة قد توكل إليها مهمة توزيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ولا حاجة للأونروا التي تمارس التحريض وفقا للادعاء الإسرائيلي. الأمر الثاني والهدف الثاني هو مساعي إسرائيل للقول للعالم بأن هناك بالفعل يعني إعاقة أو مشاكل في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ويمكن من خلال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الميناء البحري أن تطلع على جزء من المساعدات أو جزء من هذه العواقب. الهدف الثالث هو وفقا للمصدر الإسرائيلي الذي قال لصحيفة إسرائيل هيوم، الهدف الثالث يتركز حول إمكانية يعني تخفيف الضغوط عن إسرائيل بشأن إيصال المساعدات، لا سيما وأن إسرائيل تتهم بعرقلة وصول المساعدات، وهناك أهداف أخرى تبحث عنها إسرائيل، ولكن تساؤلات عديدة تطرح حاليا في نجاعة هذه الخطوة إيصال المساعدات عن طريق البحر، وأيضا هل ستكون كافية أم لا، وهناك طريق أسهل لإيصال هذه المساعدات من خلال المعابر التي تحيط في قطاع غزة، إن كان معبر رفح الذي يفصل ما بين مصر وقطاع غزة أو حتى المعابر التي تربط ما بين إسرائيل وقطاع غزة، ولكن على ما يبدو إسرائيل والإدارة الأمريكية اختاروا الطريق الأصعب لإيصال هذه المساعدات رغم وجود طرق أسهل من خلال المساعدات والنقل البري وتسليم هذه المساعدات لجهات أصلا تنشط في قطاع غزة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. مراسل العربي أحمد جرادات حدثنا.